بسم الله الرحمن الرحيم. جماهير الزمالك العظيمة في مصر والعالم، تحياتي إليكم جميعا وتحياتي إلى كل أعضاء قناة الجريء تي في. سوف أقدم لكم اليوم في هذا الفيديو موضوعات هامة جدا وخطيرة. وقبل أن نبدأ أحب أقول لكم بأن نادي الزمالك يمر هذه الأيام بأحداث كثيرة وخطيرة تتطلب منا جميعا كجماهير ومحبين لنادي الزمالك الوقوف والتصدي لها، وهذا يتطلب منا أن نكون يد واحدة وقوية في مواجهة قوى الشر وهم مافيا الرياضة والمرتزقة المتزملكين. وأوصيكم دائما بالمشاركة معنا في الدفاع عن نادي الزمالك بنشر فيديوهاتنا على أوسع نطاق حتى تصل إلى كل الناس والمسؤولين وأصحاب القرار في مصر. ونبدأ. أول موضوع هنتكلم عنه النهاردة هو اسمه الحصانة في الفساد الرياضي. واضح إن الحصانة بقت بعضوية وبرخصة. كل الفاسدين يتمتعوا بالحصانة من البيب بيب، وواضح إن البيب بيب وحمدي أكبر من الزير وأكبر من المجاهد وأكبر من الحسن وأكبر من الحطب والفرج وأكبر من العامر عاهر. يوجد حصانة لكل فاسد، وفائض فساد في الرياضة وبالأخص الاتحاد الرياضي، وهو غير مستغل وغير مسبق ولن يتكرر، وسوف يزيد مما يؤدي إلى زيادة تضخم الفساد في الرياضة وانهيار كل قواعد الشرفاء. وطبعا فائض الفساد سوف يكون سلعة يتم استغلالها وتصدرها لجلب المال للفاسدين، وهذا يشجع رجال الأعمال الفاسدين من أنحاء العالم على استيراد فائض الفساد المحلي. لذلك أصبحنا الدولة رقم واحد في الفساد الرياضي، وطبعا الفضل راجع إلى النادي الأوحد للفاسدين المستحمرين وإلى كل من يساند هذا النادي، ولهم من كل معاني الشكر ومن الشتائم والسباب. إنهم رجال ذو مفخرة عليا، إنهم رجال قمة على الفساد من فوق. الشرف والأمانة والضمير شعارات معكوسة، أما الفساد والسرقة والنصب والتعريض يستخدمونها كأنواع من التجميل مثل السم في العسل. الفساد الرياضي مثل الهرم مثلث الشكل، وإذا أردت هدم هذا الفساد فعليك الإطاحة برأس المثلث أولا للوصول إلى القاعدة، وأعتقد ذلك صعب جدا لأن الهرم آثار ونحن نعرف أن الآثار صعب ومستحيل هدمها. أظن الآن الكل يعرف من هو رأس المثلث أو رأس الهرم الفاسد، وطبعا لأن عنده حصانة. ابحث عن الرجل الخفي. ثانيا الموضوع الثاني اللي هنتكلم عنه النهاردة هو السقطات، تلو السقطات للجنة حسين لبيب. ذلك هو حال نادي الزمالك الآن، كل يوم والآخر بل كل دقيقة والأخرى تعطي لنا لجنة حسين لبيب درس جديد في دروس الفشل الإداري الغير متناهي، ويستخدمون بعض من يعملون داخل قناة الزمالك ومن يعملون داخل المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك، وذلك لتبرير فشلهم المتلاحق لكي يمرروه للجماهير حتى يقنعون الجماهير بهذا الفشل، ويحولون الفشل هذا لصورة أخرى جميلة مثل من يضع السم في العسل. والذين لا يفرق معهم نادي الزمالك، بل كل ما يفرق معهم هو الشو الإعلامي والتواجد فقط وجني المال من تواجدهم داخل النادي، ولا يهمهم إذا كان ما يفعلونه
دمار وخراب للزمالك أو اهتزاز لصورة الزمالك أمام الجميع أو إظهار الزمالك بشكل غير لائق، فكل هذا لا يهم. المهم أن نكون متواجدين دائما ونتلون على حسب المصلحة، فالنفاق للأسف الشديد أصبح هو السائد لدى أبناء الزمالك الغير مخلصين، وإخلاصهم وولاؤهم فقط أصبح للمادة والمنصب على حساب الكيان. حسين لبيب ولجنته الذين فشلوا فشل ذريع في كل الملفات التي أسندت إليهم لم يستطيعون وقف هذا الفشل، ويستخدمون خالد الغندور لتبرير فشلهم. وآخرها فشل اللجنة في التعاقد مع شركة ملابس رياضية محترمة، وتعاقدوا مع شركة ملابس رياضية نمساوية مغمورة، وجاء المبرر بأن الشركات الكبرى لديها 4 تصميمات فقط لا يخرجون عنها، وأنهم لا يستطيعون تنفيذ تصميم يليق بنادي الزمالك، وبالإضافة أنهم لن يدفعوا جنيه واحد. وتناسوا شيئا هام، وهو مكانة نادي الزمالك الذي يستحق لاعبيه ارتداء أفضل منتج، كما أنهم تناسوا هيبة نادي الزمالك عندما سمحوا لأنفسهم أن يرسلوا أحد الإداريين لقطاع الناشئين لحضور قرعة الدوري المصري. نادي الزمالك الذي كان يرسل أمير مرتضى منصور ذلك الشاب الرائع والنموذج المشرف لحضور مثل هذه الفعاليات، أصبح نادي الزمالك يرسل أشخاص ليس لديهم كاريزما وغير مهندمين لا يعلمون ما هي الملابس الملائمة والمناسبة لحضور حفلات وفعاليات، للدرجة التي جعلت من الزمالك أضحوكة للجميع. ولكن هذه ليست غلطة محمود سعيد الموظف البسيط، إنما غلطة حسين لبيب. ألم يعلم حسين لبيب أن صورة ممثل الزمالك لابد وأن تكون هي الأفضل دائما، ولابد أن تكون مميزة عن غيرها؟ فكل يوم حسين لبيب يثبت لنا بالدليل القاطع أنه إداري فاشل من الطراز الرفيع، والمصائب تتوالى. فقد أكد مسؤول نادي الزمالك أن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض السابق يطالب بالحصول على 3,400,000 يورو كتعويض، وذلك بسبب قيام مسؤول النادي الأبيض بفسخ تعاقده من طرف واحد. وقال عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت: قضية خالد بوطيب في مراحلها الأولى ونحاول التعامل معها. اللاعب يريد الحصول على 3,400,000 يورو كتعويض، وهذا ليس حكما بل مطالبة. طبعا خالد بوطيب ده المغربي اللي جابوه ما لعبش يعني كم مباراة، وطبعا شايف اللي بيحصل في نادي الزمالك، وكل واحد بيقدم شكوى بياخد غرامة زي النقاش زي غيره زي أي لاعب. فطبعا قال لك وماله بقى، ما أنا أعمل كمان مطالبة وأطلب تعويض، جايز ينوبني من الحب جانب، وعارف إن الناس اللي موجودين في الزمالك دلوقتي داس يعني مكبرين دماغهم، لا هيبعتوا حد يتابع ولا حاجة. وتبص تلاقي في يوم في ليلة كده طلع له أخد تعويض 3 مليون يورو. لكن طبعا ايه ده حاجه ان شاء الله ما تحصلش، والزمالك يقدر يفوق يعني. وكشف ادهم عن تفاصيل القضايا المرفوعه ضد الزمالك سواء امام الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا او المحكمه الرياضيه الدوليه، حيث قال: سبورتنج لشبونه يريد الحصول على 910 الف دولار في قضيه شيكابالا، وقضية مارتيمو البرتغالي تقضي بسداد 1,000,000 يورو بالإضافة إلى 5% فوائد اللي هي قضية محمد إبراهيم. وتابع: في معروف يوسف لديه حكم بالحصول على 7,700,000 جنيه، وقمنا بعمل تسوية مع بنجامين أشبيونج مقابل 900,000 دولار وتم دفعهم.
طبعا اللي بيحصل ده اي واحد حتى لو في شركه بيبقى عندهم عمال او موظفين مش نادي يعني، والراجل مثلا بيسيب الشركه او بيسيب العمل، فبيروح بقى يطلب تعويض او يطلب اي حاجه من مكتب العمل او يرفع قضيه في قضايا العمال. فلكن طبعا ديت الحاجات ديت لها محاميين ولها طرق متابعه، وطبعا كل الحاجات دي اوراق، ولو في متابعه جيده ناس متخصصين في المجال دوت اللي هي قضايا العمال، لا يمكن طبعا الزمالك هيتحكم عليه او يخسر يعني. لكن اللي احنا شفناه كله ان كله كان مكبر دماغه عن عمد يعني، هم سايبين القواضي ديت عن عمد، ما كانوش بيبعتهم حد يتابعها عشان الزمالك يخسرها، وزي ما هنشوف بعد كده ان هم عايزين يغرقوا الزمالك في الديون زي ما هنشوف بعد كده يعني. الكلام اللي بيقوله مدحت شلبي بخصوص محمد ابراهيم كلام خطير جدا، وهيودي بالزمالك الى كارثه خطيره، ولازم المسؤولين داخل مصر تسمح لمرتضى منصور بالرد فورا على هذه العقود التي ابرمها، ولازم اللي ماسك الزمالك يطلع يوضح هذه الكوارث من خلال قناه الزمالك الفاشله بمعنى الكلمه. للاسف جماهير الزمالك بتصحى على كوارث كل يوم، ووزير الرياضه اشرف صبحي مش فاضي غير انه يفتح جراشات ومولات وجرف الزمالك احد مؤسسات الدوله الكبرى، واشتكت على الانهيار وشكت على الانهيار لانه سايب شويه معاتيه يديروا الزمالك، وفرطوا في مد عقد مصطفى محمد وعدم متابعه قضيه حسام اشرف من قبل اداره عماد عبد العزيز، وعدم متابعه باقي القضايا. والكارثه الكبرى الاعتراف امام المحكمه بالتصالح مع الاكاديميه الكاميرونيه، مما ادى الى وقف القيد من قبل اداره حسين لبيب. وللاسف رئيس الجمهوريه اول جمله قالها وهي سنسعى بكل قوه للمحافظه على مؤسسات الدوله، ولكن الزمالك بينهار. طبعا احنا عايزين نقول ان كان مدحت شلبي كان طلع قال ان قضيه اللي هي محمد ابراهيم بتاعت نادي مارتيم البرتغالي هيحصل فيها مشكله كبيره، وهيتقفل القيد، هيتلغى القيد كمان سنه. فاحنا دلوقتي عايزين المستشار مرتضى منصور لازم يطلع يدافع عن نفسه ويقول قدام الرأي العام، يقول لهم العقود دي اتعملت ازاي والقواضي دي كان سببها ايه، ويقدر يدافع عن نفسه، لان هم دلوقتي هم عاملينها عن عمد ان هم بيتابعوش القواضي دي عشان الزمالك يخسرها، عشان يقولوا ان السبب فيها مرتضى منصور ومجلسه وهو اللي ورط الزمالك في القواضي دي. فطبعا لازم يطلع مرتضى منصور دلوقتي يعمل فيديو او يطلع في اي قناة يدافع عن نفسه ويقول الحقيقة قدام الجماهير، لان فعلا الزمالك دلوقتي في مشكلة كبيرة جدا، في وقف قيد او وقف فترتين وممكن يتوقف تاني، وطبعا احنا في مشكلة كبيرة، لان كل اللي بيحصل ده تصفية حسابات وانتقام، واللي بيدفع الثمن هو نادي الزمالك وجماهيره الحزينه المظلومه يعني. هل تعلم ان قضيه وقف القيد تم رفعها لاول مره ضد الزمالك في عهد اللجنه المؤقته برئاسه عماد عبد العزيز، ولكن لم تهتم اللجنه المؤقته ولم تقم بارسال محامي للفيفا؟ والله ليس في عهد مرتضى منصور. يعني طبعا القواضي دي بيبقى فيها الوقت يعني، تبعت يبعت واحد بيعمل شكوى، يقوم الناس مثلا لازم تعمل رد ترد عليه، وبعدين لو انت ما بعتش يعملوا لك انذار تاني، يبقى رد طلب الرد. لكن طبعا لما جه الحاج اللي هو عماد عبد العزيز اللي هو الراجل بالمعاش دوت اللي كان جاي يقعد في النادي، طبعا مع كان جايين لجنه المستشارين كانوا جايين يشربوا شاي وقهوه وياكلوا سندوتشات وما عملوش اي حاجه، وطبعا ما بعتوش محامي للفيفا علشان يتابع القضيه دي. واحنا عرفنا ان اللي هي اول حاجه حصلت بمشكله وقف القيد دي بتاعت حسام اشرف اللي جت ايام اللجنه بتاعت عماد عبد العزيز، ولم تهتم اللجنه المؤقته ولم تقم بارسال محامي للفيفا،
ولان القضيه ديت بتاعت وقف القيد ما حصلتش، يعني جه الرد من الفيفا في وقت مختار منصور، جت بعد ما مشي يعني. هل تعلم ان كان من حق اللجنه المؤقته استئناف على حكم وقف القيد خلال 21 يوم، لكن لم تهتم او تقوم بارسال محامي للفيفا حتى تمت يعني. يعني طبعا لما بيجي بيبعت جواب من الفيفا يقول لهم احنا انتم دلوقتي لازم تردهم، والا لو ما ردتوش هيتم وقف القيد. فطبعا هم كبروا دماغهم كالعاده، لانهم جايين ينفذوا اجنده ان هم يهدموا الزمالك ويطفشوا اللعيبه ويفضوه من النجوم اللي فيه عشان الزمالك يبقى ضعيف. دي طبعا الخطه اللي عملها اشرف صبحي باوامر من شله الغردقه، لكن طبعا ان هو الزمالك اللي بيدفع الثمن يعني. يعني ما بعتوش حد، كان المفروض يعملوا الاستئناف في خلال 21 يوم بعد ما جالهم الجواب، لكن للاسف طبعا ما حصلش الكلام ده يعني. هل تعلم ان وقف القيد انه كان في شهر يونيو اللي فات، ولكن اللجان المؤقته لم تتحرك ولم تهتم نهائيا؟ يعني احنا قلنا ان جالهم من اول بدايه كانت في ايام اللجنه بتاعت عماد عبد العزيز، وبعد كده جه القرار النهائي بقى في ايام لجنه حسين لبيب اللي قال لك في شهر يونيو اللي فات جالهم القرار اللي بوقف القيد، لكن هم طبعا خبوه وما جابوش سيره لحد. وطبعا الاعذار الغريبه جدا قال لك ان الزمالك بيلعب الدوري وكانت منافسه شرسه، طبعا ده كلام فاضي، هم عايزين كده علشان يورطوا النادي، وخبوا الموضوع دوت. وللاسف ما طبعا زي ما عرفنا ان هم طلعوا لعيبه اعارات وباعوا لعيبه وفضوا النادي وتعاقدوا مع ناس جديده لعيبه جدد، وهم عارفين ان ايه وقف القيد، ان القيد موقوف يعني. هل تعلم انه تم انهاء تعاقد مع المحامي الاجنبي اللي هو فاهم بسبب انه كان مرتضى منصور قام بتعيينه، وتم اسناد قضيه وقف القيد لمحامي تبع اللجنه المؤقته برئاسه كابتن حسين لبيب، وقد فشل في ملفات كتير من قبل، ثم ماذا عمل اثبات الزمالك وهو مدان والمخطئ؟ طبعا اللجنه اللي هي بتاعت حسين لبيب ديت كان في محامي ايطالي ويعني شاطر متخصص في قواضي الفيفا دي، وهو اللي كان ماسك قضيه كهربا وربحها ويعني كسبها وجاب تعويض، لكن لسه القضيه ما زال يعني الحكم النهائي ما طلعش. فالناس دول طبعا عشان المحامي دوت اللي كان اتعاقد معاه مرتضى منصور راحوا بقى قال لك لا احنا مش هنتع... احنا هننهي التعاقد معاه، مش هنتعامل معاه، وجابوا بقى المحامي بتاعهم اللي هو تبع اللجنه اللي هو قالوا عليه نصر عزام ده. وطبعا ده راجل مش متخصص، ممكن يكون ده محامي جنائي او اداري يعني ملوش في المواضيع بتاعت الفيفا دي. فطبعا خسر القضيه، واضح ان طبعا اللي احنا الزمالك اللي بيدفع الثمن وتوقف القيد. هل تعلم ان اللاعب حسام اشرف اتى من مركز دمياط بعقد الى نادي الزمالك سنه 2014؟ يعني حسام اشرف اللي هو كان عليه المشكله ديت جه من نادي دمياط بعقد الى نادي الزمالك سنه 2014، ثم في 2019 تم تجديد عقده مع الزمالك، وفي نفس السنه مضى للاكاديميه الكاميرونيه لتحقيق حلم احترافه في اوروبا. اذا اكاديميه الكاميرونيه هي الغلطانه، لان اللاعب ما زال كان على ذمه الزمالك، ولكن محامي تبع اللجنه المؤقته راح تفاوض مع الاكاديميه الكاميرونيه وثبت ان الزمالك هو مخطئ. اذا لم تصدق كلامي اسمع كلام كابتن ايمن عبد العزيز والاستاذ معتز الشام. احنا بنقول دلوقتي ان اللي هو حسام اشرف دوت كان عنده عقد مع الزمالك سنه 2014، وكان جاي له من نادي دمياط، وبعدين جدد عقده مع الزمالك في 2019، والولد طبعا قلنا صغير اتلموا عليه اللي هم وكلاء اللاعبين قالوا له تعالى اتعاقد مع اكاديميه كاميرونيه وعشان نجيب لك ايه احتراف في اوروبا. فطبعا الولد كان عايز يحترف فخب على الزمالك وراح مضى لهم مع الاكاديميه الكاميرونيه، وطبعا ده كان خطا كبير جدا. المهم طبعا لما الاكاديميه الكاميرونيه ديت اكتشفت الموضوع راحت عملت الشكوى،
فراح الزمالك مش مثلا يقول لهم انتم الغلطانين ازاي تتعاقدوا مع اللاعب بتاعنا، لا راحوا قالوا له لا نتفاوض، لا يعني اعترفهم بالخطأ مع ان هو اصلا خطأ الاكاديميه الكاميرونيه، يعني الاعتراف اعترفوا بالخطأ مع الاكاديميه الكاميرونيه، هم ان الزمالك اخطأ وهو ده السبب اللي خلى ان الفيفا او محكمه الكاس تعمل الغرامه ووقف القيد على نادي الزمالك. وانا دلوقتي عايز ابعت رسالتي الى داعمين للجان المؤقته، يعني في ناس بنشوفهم على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي عمالين يبقى يطبلهم للجنه حسين لبيب اللجان المؤقته، بيقول لك ان دول كويسين وكده يعني. فرسالتي ليهم: تم محاربه الزمالك في صوره مرتضى منصور، كيان الزمالك هو من يتأثر بضرر وليس مرتضى منصور، الكيان باقي والأشخاص زائلون، أتمنى أن تفكر بعقلك، مرتضى منصور ليس ولم يكن طرف في هذه القضية، وقف القيد من الأساس قضية بدايتها في اللجنة المؤقتة برئاسة عماد عبد العزيز ثم انتهت باللجنة المؤقتة برئاسة حسين لبيب، لا تكن مشجع بيب بيب مثل الهلفيت، اعلم أن مرتضى منصور له سلبيات وإيجابيات ولكن إيجابياته أكثر، لا تجعل كرهك لشخص مرتضى أنك تساهم في ضرر كيان نادي الزمالك، انظر إلى حال الزمالك، هل يعجبك أن مفيش فلوس؟ هل أنت مرتاح هكذا؟ هل يعجبك كلمة اتبرعهم؟ هل يعجبك رحيل اللعيبة في جميع الألعاب الرياضية سلة وقدم وطايرة واليد؟ هل يعجبك أن منافس يخطف لاعبي الزمالك ومدربيه؟ لا تقل لي أن مرتضى منصور هو السبب، لأن هناك اجتماع كان بين مرتضى منصور ووزير المالية في عام 2018 وقال أن الزمالك أول نادي في مصر ما فيهوش ديون لأنه سدد كل ديونه ولا مخالفات، إذا كان فعلا هناك ديون ومخالفات فليحاسب مرتضى منصور، لكن لا يوجد، بل المقصود هو الزمالك، فتم محاربة الزمالك في صورة مرتضى منصور، والدليل هو الواقع الحالي للزمالك بعد رحيله في معاملة الزمالك ولاعيبه ولاعبته وحال النادي. الجزء الثالث من الفيديو بتاعنا النهارده بعنوان العداء للزمالك بقى عيني عينك في عقوبة شيكابالا. مصدر بلجنة التسويق والتحكيم باللجنة الأولمبية بيقول في خلال ساعات إصدار الحكم ببطلان عقوبة شيكابالا وكأنها لم تكن، وذلك لأنها لم تستند للوائح بإجراء التحقيق قبل إصدار أي عقوبة على اللاعب وعليه، فالعقوبة التي وقعت على شيكابالا باطلة وكأن لم تكن. يعني المجلس اللي هو مجلس التسوية والتحكيم اللجنة الأولمبية اللي هو أول خطوات الطعن يعني اللي عمله شيكابالا على العقوبة اللي خدها، الوقف ثمن مباريات وغرامة 250,000 جنيه، بتقول طبعا كانوا طلبهم مستند يثبت ان شيكابالا ما تحققش معاه، يعني ان لو كان اتحقق معاه كان يبقى العقوبه حقيقيه يعني، لكن هو شيكابالا ما تحققش معاه، فطبعا العقوبه ديت سيتم الغائها لانها هتكون كأن لم يكن، ومفروض هتصدر خلال الساعات القادمه دي الحكم دوت يعني. وبسبب شيكابالا حصلت أزمة في الجبلية الآن، ومحامي اللاعب يستدعي الشرطة علما بأنه أزمة ناشبة الآن في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، هذه الأزمة بسبب اللاعب محمود عبد الرزاق شيكابالا، حيث أن محامي اللاعب ذهب إلى مقر الاتحاد لطلب ما يفيد إن كان تم إجراء تحقيق مع اللاعب أم لا. الدكتور اللي هو المحامي اللي هو كمال شعيب محامي اللاعب ذهب لطلب ما يفيد إن كان تم إجراء تحقيق مع اللاعب أم لا، إلا أن مسؤول الجبلاية رفضوا إعطاؤه ما يفيد ذلك، ليستدعي محامي اللاعب الشرطة لعمل محضر
يفيد برفض الجبلاية إعطاؤه هذا المستند. هذا المستند الذي يسعى من خلاله محامي شيكابالا لإلغاء العقوبة الموقعة عليه من قبل الجبلاية بإيقافه لمدة 8 مباريات، حيث مستند مثل هذا يفيد بعدم التحقيق معه من الأساس، وهو حدث كفيل بإلغاء العقوبة نهائيا. يبقى احنا المحامي اللي هو بتاع شيكابالا راح اتحاد الكورة يطلب شهادة أو وثيقة تثبت إن هو لم يتم التحقيق معاه، فطبعا اتحاد الكورة رفض إن هو يعطي له هذه الوثيقة، فالمحامي راح بلغ الشرطة وجابهم يعني عشان يعمل محضر إثبات حالة، يعني إن هم رافضين يعطوا له الوثيقة بتاعت إن هم لم يتم التحقيق معه، لأن طبعا الوثيقة ديت هي اللي هتثبت إيه كفيلة بإلغاء العقوبة نهائيا. نيجي للأهم بقى، اتحاد الكرة قرر أنه لن يعترف بحكم لجنة التسوية والتحكيم الرياضي وغير ملزم لها، وهذا على فكرة خطأ كبير من اتحاد الكرة، لأن هذه اللجنة هي خطوة من خطوات تظلم اللاعبين وموجودة في اللائحة المنظمة لشؤون اللاعبين وحكمها ملزم للاتحاد. يعني كمان عرفنا إن اتحاد الكرة قال لك مش هنعترف بحكم لجنة التسوية دي، واحنا مش هنهتم بيها، ولكن طبعا دي موجودة في اللائحة لأن ديت أول خطوات التظلم اللي عملها اللاعب، وديت حكمها ملزم، يعني لازم إيه اتحاد الكورة يوافق عليها يعني. وعليها سيقوم محامي شيكابالا حال ذلك بتقديم حكم لجنة التسوية إلى محكمة الكاس في الفيفا والمحكمة الرياضية فيها يعني. وبالقطع سيتم الاعتراف بحكم لجنة التسوية، وسيتم إلغاء العقوبة الموقعة على شيكابالا، وسيتم اختيار اتحاد الكرة بتنفيذ حكم لجنة التسوية فورا، لأن ما بني على باطل فهو باطل. وعلى فكرة حكم محكمة الكاس والفيفا بيكون سريع جدا بالنسبة لهذا الموضوع وما يخص اللاعبين، ولا يستغرق أكثر من أسبوعين للبت في الحكم حتى لا يتم إيقاف اللاعب والتأثير على مستواه من طول مدة التقاضي، وهذا للعلم فقط لكي يطمئن جمهور الزمالك. طبعا المحامي بتاع شيكابالا قال في الحالة ديت اتحاد الكرة رفض تطبيق حكم اللجنة التسوية بتاعت اللجنة الأولمبية، قال لك هروح بقى ابعت الحكم بتاع لجنة التسوية ديت، هبعتها للفيفا ومحكمة الكاس، وعلشان يطلب إلغاء العقوبة، وطبعا الحكم إن شاء الله هيكون مضمون، وبياخد في الفترات ديت يعني حوالي أسبوعين، لأن طبعا الفيفا مش عايز اللاعب يتوقف علشان ما ينزلش مستواه، يعني ده من قوانين الفيفا او محكمه الكاس. واحنا طبعا عايزين ننتهز الفرصه ديت، احنا بنقول مثلا لما يبعت شيكابالا الشكوى لمحكمه الكاس يبعت معاها بقى كل ايه سيديهات التنمر والشتايم والسباب اللي عملها الاهلي وجمهور الاهلي من سنه 2007، وكل المشاكل اللي كان اتعرض لها، وطبعا لو قدرنا كمان نعمل الشكوى بتاعت الزمالك كمان اللي هي بتاعت المجلس المجمد والتدخل الحكومي وكل الفساد في اتحاد الكوره والشركات الراعيه وكل ده، يعني طبعا هتبقى فرصه كويسه جدا ان الزمالك ياخد حقه وشيكابالا. يعني هنتكلم دلوقتي شويه عن اللاعب اشرف بن شرقي. فكرة التفريط في أشرف بن شرقي تحت اسم إن الزمالك لا يقف على أحد هي نفس فكرة وضع السم في العسل، ولكل إعلامي طريقته في وضع هذا السم. مافيا الفساد الرياضي اجتمعوا على رحيل اللاعب إرضاء للخطيب الذي خسر الدوري والكاس أمام الطلائع، ولن يسمح للزمالك أن يحصل على الدوري والكأس معا، ولن يسمح للزمالك أن ينافس على الدوري الجديد، ولا بد أن يتم رحيل بن شرقي بنفس طريقة فرجاني ساسي، فالعنوان واحد، الزمالك لا يقف على أحد، والبقية تأتي تباعا.
فسرعان ما ينقلب الجماهير التي تشجع نادي الزمالك على اللاعب نظرا لما يروج لهم بأن اللاعب لا يقدر التيشيرت، ونظرا لأن جماهير الكرة تمتلكها العاطفة الزائدة عن الحد، تناسوا شيء هام مفصلي في الأمر، وهو أن كرة القدم أصبحت مختلفة عن عصور كثيرة ماضية. في السابق كان النادي وكل الأندية تعتمد على أغلب قوامها من الناشئين الذين كانوا مجبرين على عدد معين من السنوات يقضوها داخل الفريق، ولا يجوز لهم أن يرحلوا حيث يصبح فكرة رحيلهم صعبة جدا بل تكاد معدومة. أضف إلى ذلك أن الأندية كانت تعتمد بشكل كبير على تصعيد أعداد كبيرة باستمرار للفريق الأول، وهو ما لم يعد متاح الآن. كان من الممكن أن يتم تصعيد لاعب عنده 16 سنة للفريق الأول وسرعان ما ينسجم، لكن لم يعد ذلك الأمر متاح الآن. فالجماهير التي تحكم على الأمر من منطلق العاطفة لن تسمح بفقدان بطولات بداعي وجود ناشئين، أو بمعنى أدق لن تحتمل هذا الأمر. فإذا كانت لجنة حسين لبيب تريد أن تتهرب من تجديد أشرف بن شرقي، فعلى جماهير نادي الزمالك إيقاف ذلك المخطط الذي قام بتدبيره تلك الشلة، شلة الغرداء الفاسدة التي هي في الأساس كل تلك المصائب، بمساعدة وزير الشباب والرياضة. والسؤال هنا للجمهور، هل إن كان المستشار مرتضى منصور موجود، هل كانت تلك الأزمات ورحيل اللاعبين سيكون موجود؟ هل كنت ستقول نفس الشيء؟ بالطبع لا، لأن في وجود المستشار مرتضى منصور ما كانت الجماهير تسمع كل ذلك الهراء، وكانت اللاعبين ستجدد بكل بساطة وفي منتهى السرية. فعلى جماهير الزمالك التصدي لتلك المهازل. احنا طبعا شايفين ان الاعلام بدأ يشتغل بقى اشرف بن شرقي والتجديد والشرط الجزائي وطلبات مادية والكلام ده، طبعا ده مخطط علشان لجنة لبيب اللي هي اللجنة المرتزقة اللجنة المنبطحة ما تجددش للاعب، طبعا ارضاء للخطيب علشان خسر الدوري وخسر الكاس امام طلائع الجيش. وطبعا هو الاهلي اصلا تعبان، يعني هيكسب ازاي يعني، اصلا عنده لعيبه تعبانه يعني. فهم دلوقتي الاعلام شغال عشان يخلي ايه الجماهير الزمالك تنقلب على اللاعب، ويقول لك بقى ده بيطلب فلوس، لا ده مش عايز يجدد، ده عايز يمشي، ده عايز كذا، عشان بعد كده ايه يقول لك بقى ايه وتتهرب لجنه حسين لبيب انها تجدد للاعب، وبعدين في الاخر يمشي زي ما عمل فرجاني ساسي. لكن طبعا انا بقول للجماهير لازم تصمدوا ولازم توقفوا هذه المهزله، لان الموضوع ما عادش يستحمل اكتر من كده. يعني كلمه حق والله، ولا بنطبل ولا بننافق، عندنا مصلحه كيان الزمالك الان. روح ربنا يبارك ليك في صحتك يا سياده المستشار مرتضى منصور. أعلم أن مرتضى منصور لديه سلبيات ولكن إيجابياته أكثر وتشفع له، ويعتبر أعظم رئيس نادي جه الزمالك في العصر الحديث. الحمد لله إنك جبت اللاعبة دي كلها. تخيل عزيزي الزملكاوي لو كان حصل وقف القيد وما عندكش سكور كبير من لعيبة الزمالك، كان الزمالك صعب يحقق بطولات. لكن والله العظيم بحمد ربنا ان مرتضى منصور جاب احسن اللعيبه، وبدل لاعب جاب واحد واثنين وثلاثه في كل مركز، وبنيت نادي الزمالك وعملت طفره انشائيه وعالميه فيه. بالنسبه لبعض بيتكلم عن قضايا الفيفا، والله لو مرتضى منصور كمل كان هيكسب كل قضايا الزمالك في الفيفا، مثل قضيه النقاز، وهيحل المشاكل زي ما سدد غرامات وقضايا الزمالك في الفيفا في عهد ممدوح عباس. شكرا لك انك سددت ديون الزمالك اللي كانت بالكوم، وشكرا انك استلمت خزينه الزمالك وفيها 600 جنيه بس. تخيل عزيز الزملكاوي، 600 الخزنه كان فيها 600 جنيه بس غير الديون على النادي، وكنت بتاخد بطوله
كل 7 أو 10 سنين مرة في أيام العشرية السوداء بتاعت ممدوح عباس الله لا يرجعها. نتمنى ترشحك يا سيادة المستشار لرئاسة نادي الزمالك، وجماهير الزمالك تعشقك، وإذا أردت عدم الترشح وهو حرية قرار لك، نتمنى وجود شخص قوي محب للزمالك مثلك سيدافع عن الكيان الزمالك، لكن أتمنى ترشحك يا سيادة المستشار مرتضى منصور. وأتمنى من كل زملكاوي يعرف ده، طول ما هناك رئيس ناجح للزمالك سيحل مجلسه باستمرار، وتأتي لجان مؤقتة تدير بعشوائية وتحط من شأن الزمالك، وطول ما هناك رئيس فاشل للزمالك سيبقى للأبد ولن يتحل مجلسه، ولن تأتي لجان مؤقتة له. ولنا في العشرية السوداء خير المعرفة، ولاحظنا أن الزمالك هو النادي الوحيد اللي بيتحل مجلسه باستمرار، أما باقي الأندية لا يوجد بهم مخالفات ولا ديون زي الأهلي والإسماعيلي وسموحة والاتحاد والمصري. دول إيه، ملائكة وأنبياء الله على الأرض؟ أي عقل ممكن يصدق هذا الكلام؟ لماذا الزمالك هو النادي الوحيد اللي بيتحل مجلسه باستمرار؟ وأنا هقول دلوقتي، معلش يا ريت ما حدش يزعل مني، لقد سئمت من الوسط الرياضي الفاسد، سئمت من مكائد الفسدة والفاسدين والظلمة والظالمين الذين يمتلئ بهم الوسط، وأصبح لا مكان فيه للشرفاء أمثال المستشار مرتضى منصور. سئمت أيضا من المستشار مرتضى منصور، وسبب ذلك أنه يعلم أنه يحارب على كل الأصعدة، وليس هناك بارقة أمل في عودته، سواء عن طريق القضاء أو عن طريق وزير اللمساس أو حتى رئيس الوزراء أو حتى رئيس الدولة. أتعجب من المستشار مرتضى منصور أنه لم يتخذ خطوة واحدة نحو الفيفا لإنصافه وإنصاف نادي الزمالك، ومحاولة البعض هدم النادي بكل الطرق الغير مشروعة، وهو يرى كم القضايا التي ترفع على النادي ويتم السكوت وعدم الطعن عليها لإغراق النادي في الديون والفوضى. وقريبا سيتم شطب عضوية المستشار مرتضى منصور من الزمالك بأي شكل حتى يصبح بدون صفة. يا سيادة المستشار، ألم يأتي الأوان لرفع هذا الملف للفيفا؟ أتمنى أن يتم الشكوى للفيفا وبأسرع وقت، وليكن ما يكون، ونحن نعلم أنك لا تخاف إلا الله. يا سيادة المستشار، أشفي غليل جمهور الزمالك العاشق لك وللنادي، اشتكي للفيفا وكفانا ما نحن فيه من حزن وألم، وهذا رأيي المتواضع. فإن فعلت ذلك فلن يلومك أحد، وإن لم تفعل ذلك فأرجو منك الابتعاد عن المجال وكفى. ولك الله يا زمالك، ولك الله يا جمهور الزمالك، وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم. احنا دلوقتي بنقول للمستشار مرتضى منصور، طبعا بنكرر له طلبنا اللي طبعا هو مش عايز يسمعه، مانيش عارف ليه، لان ديت في مصلحته وفي مصلحة نادي الزمالك وفي مصلحة الجماهير، ان طبعا لازم تعمل الشكوى بتاعت الفيفا ليه، علشان تجيب حق الزمالك، لان الزمالك بينهار وكل الفسدة وكل اللي احنا شايفينه، يعني عايزين تدمير نادي الزمالك، واستخدموا الفرصة ان هم يبعدوك عن النادي لان الزمالك هو المقصود. فاحنا حتى متوقعين ان ممكن يعني يعملوا لك اي مشكلة، حتى ممكن حتى عضوتك في النادي يلغوها، ولا يعني بحيث ان انت ما يكونش اي لك اي صف في الزمالك. لكن احنا طبعا عندنا امل في ربنا، والله فوق الجميع، ومش هنيأس ان شاء الله. حكم المحكمة اللي جاي الجديد دوت يكون في صالحك وتدخل الانتخابات، وبس لازم تكون في الموقف الأقوى، لازم تكون في الموقف الأقوى يا سيادة المستشار. وابعت الشكوى للفيفا هي زي مع شيكابالا، علشان ايه الزمالك ياخد حقه، وان شاء الله الخير هيكون موجود. النقطة الرابعة في الفيديو بتاعنا النهاردة هي دور فاروق جعفر في هدم نادي الزمالك. إدارة نادي الزمالك كانت تعقد جلسات مع كارتيرون بقيادة حسين لبيب وفاروق جعفر، كان بيكون موجود في كل جلسة
وكان بيسرب اسماء اللاعبين الى وكلاء اللاعبين سيد مرعي وميدو حسين من اجل عمل سمسره من وراء كل صفقه. زي مين بقى؟ كان في لاعب اسمه يوسف ايت بن ناصر، ده محترف مغربي ولحد دلوقتي فري بلا نادي، كان معروض على الزمالك وتم عرض اللاعب على كارتيرون من قبل الاداره، وكارتيرون رحب باللاعب ووافق على التعاقد معاه. فاروق جعفر لما لقى مش هيكون في سمسره من ورا الصفقه دي، قال لميدو حسين وسيد مرعي نشر اخبار كاذبه على اللاعب ان اللاعب هيروح تركيا واللاعب هيوقع في نادي فرنسي اخر، علشان كده الصفقه وقفت ورفض فاروق جعفر التعاقد معاه. مين تاني؟ عبد الله السعيد ودونجا. الزمالك كان موقع مع دونجا في فتره من فتره بحضور حسين السيد وفاروق جعفر برضه، بس لقى ما فيش سمسره في الصفقه لان التعامل هيكون مباشر بين اداره الزمالك واداره بيراميدز، فرفض التعاقد مع اللاعب، وحتى الان المفاوضات متوقفه وتم غلق باب القيد. عبد الله السعيد رحب بالتفاوض مع الزمالك بعد ان اخبر اللاعب اداره بيراميدز بنيته في الرحيل، وفي تواصل حصل مع اللاعب من جانب اداره نادي الزمالك. النهارده طلع لك بقى فاروق جعفر قال صعب التعاقد معاه بسبب المقابل المادي، والمفروض حاجات زي دي تكون الاداره هي اللي بتحسم امرها وليس فاروق جعفر. فاروق جعفر قال لسيد مرعي شوف لنا عبد الله السعيد وانضي معاه عقد وكاله اعمال عشان يكون خاص بيك. وعبد الله السعيد رفض وقال لو هتفاوض هتفاوض مع الزمالك مباشره من غير وكيل اعمال، وحتى الان لم يتم التواصل مع عبد الله السعيد. الرؤيه واضحه للجميع ان هذا الثلاثي هو الذي يدير ميركاتو وصفقات الزمالك. اداره الزمالك هتستنى لحد امتى على فاروق جعفر وعلى وكلاء اللاعبين دول؟ فاروق جعفر اصبح سرطان داخل نادي الزمالك، الكائن ده سبب في كل مشاكل الزمالك، رافض تعاقد النادي مع اي لاعب اجنبي، بيقول اللاعب المصري افضل من الاجنبي، وكمان رافض تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد، بيقول هيعمل مشكله في اوضه اللبس. فاحنا بنقول بقى اقاله فاروق جعفر من الزمالك هيكون اهم من اي بطوله او صفقه جديده. فاروق جعفر سمسار واكبر منافق وعدو للزمالك، وطول عمره بتاع مصلحته ومكلف لتدمير فريق الكرة وبينفذ الخطة المرسومة ليه من أسياده. فاروق جعفر طالع بيقول أنا بشتغل في النادي من عام 92 من غير فلوس حبا في النادي، بيكذب. طيب اسمع بقى الكلمتين دول اللي كانت أمام كابتن إسماعيل يوسف وهو أكيد شاهد على ذلك. مرتضى منصور لما طلب منك تشتغل في القناة اشترطت انك تاخد 450 الف جنيه شهريا، وانت كنت قاعد في بيتك وقتها وما عندكش الا شغلانه واحده، هي ازاي تنقذ نفسك من السجن بعد ما حصلت السيده زوجتك ام سيف على حكم بحبسك 3 سنين واللي شهد ضدك في النيابه؟ يعني انت كنت قاعد ما بتشتغلش حاجه يا فاروق يا جعفر؟ ومرتضى منصور قال لك تعالى اشتغل في النادي، قلت له انا عايز 450 الف جنيه في الشهر، يعني هو جابك وانت كان عندك مشكله مع زوجتك، كان عليك حكم حبس 3 سنين وابنك شهد عليك في النيابه، ده غير قضايا الشيكات بدون رصيد المرفوعه منها وقضيه الخلع وغيرها من القضايا اللي مرتضى منصور وقف معاك فيها مجانا. اما موضوع الشغل، مرتضى منصور اتحايل عليك تنزل 150 الف جنيه من 450 الف، يعني يا سيدي بدل 450 الف شيل 150 الف اللي طالبهم، لكن ايه اللي طالبهم رفضت، يعني رفض ان هو ينزل 150 الف جنيه من المرتب اللي هو طالبه عشان يشتغل في القناه. فاخذك من ايدك وكان معاكم كابتن اسماعيل يوسف، اخذك الى منزل تركي الشيخ عشان كنت هتموت وتتعرف عليه، طلبت منه اكتر من مره، قلت له يا ست المستشار انا عايز اتعرف كنت هتموت عشان تتعرف على تركي آل الشيخ. وبالفعل مرتضى منصور اقنع تركي الشيخ
يشغلك، يعني اجيب لك شغلانه بالاضافه الى شغلك في القناه. تيجي دلوقتي نيجي بقى دلوقتي نقول لما كنت نازلين في الاسانسير طلب منك مرتضى منصور تخفيض اجرك في القناه بعد ما جاب لك شغلانه جديده مع شغل القناه، فرفضت تنزل مليم من 450,000 جنيه. يعني يا اخي بعد ما جاب لك الشغلانه مع ترك آل الشيخ طلب منك وانت نازلين في الاسانسير انك انت تنزل 150,000 جنيه، فرفضت. قلت له انا مصمم على 450,000 جنيه في الشهر، وهم اللي انت بتقبضهم بقالك اكتر من سنه. ادي يا سيدي ابن النادي الاصيل المحترم اللي ما ظهرش الا في وجود مرتضى منصور. انت التي تامرت مع الوزير قبل حل المجلس ورشحت له اللجنه الاولى اللي قعدت تسبح بحمدها، ومشيت اللجنه وتعينت اللجنه الثانيه، واستمريت في النفاق والمديح لها مع انك متاكد انها لجنه خراب، واضيف لها لقب جديد هي لجنه العار اللي مرمت بكرامه نادي الزمالك الارض وجعلته مجالا للسخريه. فاروق جعفر تاريخك معروف على ايه وبتعمل ايه، ومش هنرحمك وللحديث بقيه. فاروق جعفر لازم يخرج بره الزمالك، وعلى الجمعيه العموميه لازم طرد فاروق جعفر من الزمالك. نيجي على نقطه مهمه جدا في الفيديو بتاعنا النهارده، وهو دور الجمعيه العموميه وجماهير الزمالك العظيمه في انقاذ نادي الزمالك. كلنا شفنا وسمعنا محاولات مافيا الرياضه والخونه المتزامكين في اغراق الزمالك في الديون والقضايا، وذلك نكايه في مجلس مرتضى منصور وتصفيه الحسابات معهم، واللي هيدفع الثمن هو نادي الزمالك وجماهيره. طبعا زي ما احنا شايفين ان هم القواضي اللي قلنا عليها بتاعت الفيفا، وما يودوش محاميين ويسيبوها الزمالك يخسر ويتعامل عليه الغرامات لحد ما توقف القيد. كل طبعا ديت سببها تصفيه حسابات مع المجلس السابق بتاع مرتضى منصور ونكايه تنفيه، لكن طبعا اللي بيدفع الثمن هو نادي الزمالك وجماهيره. والهدف طبعا هو هدم نادي الزمالك وتدميره واعلان افلاسه، وبعدها يجيبهم اي واحد يقول انا هشتري نادي الزمالك وانا هسدد ديونه، واكيد اللي هيجيبوه هيكون تبع المافيا الحمراء، حتى يصبح نادي الزمالك مجرد حديقه ونادي اجتماعي وشويه فرق تسليه وكومبارس. ورسالتي الى الجمعيه العموميه وجماهير الزمالك العظيمه، انتم شفتم ان انتم بالملايين، يعني عددكم كبير، انتم ملاك نادي الزمالك الحقيقيين، واحنا اللي هندافع عن نادي الزمالك وسننقذه من هذه الورطه. وان شاء الله لما نعمل شركه الزمالك للالعاب الرياضيه، وهي الشركه ذات الاسهم اللي هيكون اصحابها جماهير الزمالك العظيمه بالملايين داخل وخارج مصر، وهنقدر نوفر ونجمع مليارات الجنيهات، والزمالك سيخرج من ازمته. وطبعا جماهير الزمالك الكبيره العظيمه هي التي ستضغط على الدوله للحصول على موافقات الشركه، وطبعا ستكون ضد مافيا الرياضه وشركه الغردقه، لان طبعا دول مش هيقبلهم ان احنا نعمل شركه زي كده، لكن احنا هنوقف لهم بالمرصاد ومحدش هيقدر علينا، لان احنا جمهور الزمالك الكبير. وهذا ما يجب عمله جماهير الزمالك والجمعيه العموميه على الفور، وانا كررته اكثر من مره. يعني احنا بنقول دلوقتي ان جماهير الزمالك اللي هي اللي بتدافع عن نادي الزمالك، واحنا مستنيين ان شاء الله لو عملنا الشركه بتاعه الزمالك للالعاب الرياضيه اللي هي شركه المساهمه اللي هيكون ملكها جماهير الزمالك بالملايين، وهنقدر نجمع بقى مليارات الجنيهات، هي ديت اللي هتقدر بقى ايه نقدر نعمل نادي عالمي. وطبعا والجماهير تضغط على الدوله ان هي ايه نقدر ناخد الموافقات للحصول على عمل الشركه ديت واستحواذ على نادي الزمالك. وبعد كده طبعا هيقفوا قصادنا اللي هم شله الغردقه والمافيا، اللي طبعا لان هتلاقي بقى الخوف على النادي الاحمر بتاعهم ابتداء بقى من الراجل الخفي والوزير وشله الغردقه، مش هيقبلوا طبعا ان الزمالك يبقى اغنى نادي في العالم، لان طبعا احنا لو عملنا مقارنه مثلا بالانديه الانجليزيه ولا الانديه، يعني بلد زي ليفربول دي عدد سكانها قد ايه، يعني كلهم ما يجوش مليون نسمه،
فبتبص تلاقي جماهير ليفربول لا تتعدى مليون. هتيجي مثلا تعالى شوف الزمالك جماهيره بالملايين، احنا لو عملنا شركه وبالاسهم وكل واحد اشترى اسهم فيها سواء داخل مصر او سواء خارج مصر هنقدر نجمع مليارات، يعني ممكن الزمالك يبقى اغنى نادي في العالم. لكن طبعا دوت المافيا مش هتسيبنا، لكن احنا هنقف لهم بالمرصاد وبقوتنا واتحادنا اللي لازم ايه هنقدر ان احنا ننقذ النادي ونعمل الشركه ديت ونستحوذ على النادي ويبقى اعظم نادي ان شاء الله. لكن طبعا ده لازم له شروط، يعني الكلام ده مش كلام بنقوله وخلاص، يجب ان نعمل ليه اعمال يعني هنقول لكم عليها. وانا الموضوع دوت انا قلتها في الفيديو اللي فات واللي قبليه وانا بكررها تاني علشان زياده التاكيد، لان ديت اهم حاجه تتعمل، لان الزمالك زي ما قلنا لا له رموز ولا له مجلس اداره ولا اداره، الزمالك ملوش الا جماهيره، جماهيره هي اللي بتدافع عنه. يبقى اول حاجه نعملها لازم يجب الاتحاد بين الجماهير زي ما قلنا قبل كده مع بعضها والحب وعدم التخوين، ويكونوا يد واحده، وزي ما قلنا اليوتيوبر واللي عندهم الصفحات الالكترونيه والفيسبوك والتويتر وكل وسائل التواصل الاجتماعي يتحدوا وعلشان ايه يدافعوا عن نادي الزمالك. وبعد كده نعمل هاشتاج فوري لكل الجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي لا لتدمير نادي الزمالك، وياخد ترند الاول بحيث يبين عدد ايه الجماهير قد ايه، يكون لا لتدمير، نعمل هاشتاج قوي جدا على كل وسائل التواصل الاجتماعي بالملايين بحيث لا لتدمير نادي الزمالك. وبعد كده عايزين نعمل ثلاثة ارسال ملايين الرسائل زي ما قلنا الى الرئيس عبد الفتاح السيسي لانقاذ نادي الزمالك وعودة المستشار مرتضى منصور وإقالة وزير الشباب والرياضة. احنا قلنا ان لازم سيادة الرئيس عنده حساب على فيسبوك وحساب على تويتر، واحنا ممكن ان احنا نبعت له رسائل بالملايين ونقول له ينقذ نادي الزمالك وعودة المستشار مرتضى منصور وإقالة وزير الشباب والرياضة. كل ده هيعمل وسيلة ضغط، وبحيث لازم الدولة تتحرك لإنقاذ نادي الزمالك. نمرة أربعة عايزين نجمع توقيعات من الجمعية العمومية لسحب الثقة من لجنة الحسين لبيب وفاروق جعفر وطردهم من النادي. زي ما قلنا اللجنة لازم تتحرك الجمعية العمومية، وطبعا لأن لو مدهم مثلا سنة ولا حاجة والزمالك هيفضل بقى إيه في المشاكل المالية والإدارية والفشل بتاع حسين لبيب ولجنته دي، يبقى احنا بقى إيه لازم نطردهم من النادي بسحب الثقة منهم، وده طبعا حاجة قانونية، يعني حاجه قانونيه، لا هنقول بقى هيجي لنا لواءات ولا هيجي لنا الشرطه يضربوهم ولا الكلام ده، دي لجنه هتعمل توقيعات لسحب الثقه قانونيه. نمره خمسه عايزين نعمل الاف البلاغات للنائب العام من في الوزير اشرف صبحي وحسين لبيب وشله الغردقه بتهم التدمير وهدم نادي الزمالك وجماهيره لصالح النادي الاهلي والخطيب وشوبير وشله الغردقه. يبقى احنا برضو بنطلب من المحامين زي ما قلنا قبل كده المحامين الزملكاويه المحترمين وهم عددهم كبير جدا يعملوا لنا بلاغات للنائب العام في اشرف صبحي وحسين لبيب وشله الغردقه بتهمه التدمير وهدم نادي الزمالك وجماهيره لصالح النادي الاهلي والخطيب وشوبير وشله الغردقه. طبعا كل اللي احنا بنقوله ده سياسه ضغط، لما يلاقوا مثلا النائب العام جاي له 10,000 ولا 5,000 بلاغ طبعا لازم يحقق فيها، فطبعا هيقول ضغط، طبعا هيوصل مثلا لوزاره العدل، وزاره العدل هتوصله لرئيس الوزراء، هتوصل لرئيس الجمهوريه يقول لك بقى ده الدنيا مقلوبه والجماهير هيجه وعاملين بلاغات. طبعا الموضوع ده هيعمل، قال لك لازم نشوف حل، يعني مش هنسيب الدنيا بقى كده يعني سايبه ولازم نتحرك. فيعني في هاشتاكات وبلاغات للرئيس، يعني رسائل للرئيس وبلاغات للنائب العام، كل ده اساس الضغط عشان الدوله تتحرك، ما يبقاش احنا قاعدين بقى بنتكلم في وادي وهم في وادي تاني. يعني نمره سته ودي حاجه مهمه جدا، يجب مقاطعه كل الشركات الراعيه للنادي الاهلي زي ما قلنا. الشركات الراعيه ديت احنا عاملين حمله وقالها زميلنا اللي هو الاستاذ اكرم، لازم الشركات الراعيه ديت لو خسرت فلوس هي اللي هتطرد في الخطيب وتسيب الاهلي، لان الشركات ديت محطوط فيها فلوس بالمليارات، سواء فلوس او سواء من الداخل او من الخارج، المهم يعني الشركات ديت بتكسب لما الاهلي بيكسب، لكن لما الاهلي بيخسر
الشركات دي بتخسر، فاحنا عايزين نخسرهم بقى، يعني زي ما حصل ايام مرتضى منصور لما كان الزمالك فايق وبياخد بطولات كان الشركه دي بتخسر، فعشان كده شالوا مرتضى منصور وجابوا من ايه اللجان اللي هي المباطحه دي عشان الزمالك ايه ينهار. يبقى احنا بقى نقطع كل الشركات دي نهائيا وغيرها والشركات اللي هي بتاعت اللي بتورد السلع دي، وطبعا الحل ان احنا نشوف شركات تانيه مماثله، يعني شركات تليفون، شركات توريدات، الحاجات اللي هي المواد اللي احنا بنستخدمها نستخدم ايه مواد تانية او سلع تانية، فالشركات دي هتخسر. هم بقى اللي هيطردوا الاهلي وهيطردوا الايه وهيسيبوا وهيطردوا الخطيب وهيعرفوا قيمة ايه جماهير نادي الزمالك وتأثيرها في السوق زي ما احنا عارفين. يعني كمان يجب نمرة سبعة، يجب مقاطعة كل القنوات المصرية التي تتحدث عن الأهلي، اللي هي زي ما قلنا البين اللي هي قناة أون سبورت اللي هي ماسكها الأهلي، اللي فيه شوبير وشلبوكة والسيف زاهر والمرتزقة الأهلاوية اللي قاعدين طول النهار عمالين يقطعوا في الزمالك ويجيبوا الفضائح ويهاجموا ويتكلموا على اللعيبة كل الأسرار يطلعوها، دول لازم بقى يطردوا تماما. احنا لو قطعنا القنوات دي الاعلانات مش هيكون فيها اعلانات، يبقى القنوات دي هتخسر، لان كل اللي بيحصل ده بيترجم في الاخر لفلوس، والفلوس دي بتيجي منين؟ بتيجي من الاعلانات. فانت لما تعملوا مقاطعه بدل ما يكونوا مثلا 10 مليون ولا 20 مليون مشاهده، يجي لهم مثلا 50 الف ولا 100 الف ولا مليون، هنقول مثلا الجماهير المنافس على التاني، يبقى برضه هتقل مثلا نسبه المشاهده 50%، يبقى الاعلانات هتقل، يبقى هيخسروا، يبقى هيضطروا بقى يستغنوا عن الاشكال اللي ايه التعبانه اللي هي بتاع اللي موجوده في القنوات دي. 8 يجب ارسال شكوى فوريه للفيفا ومحكمه الكاس. طبعا احنا كجماهير مالناش صفه ان احنا نبعت شكوى لمحكمه الفيفا والفيفا ومحكمه الكاس، لان احنا جماهير، لكن اللي لهم الحق هم الجمعيه العموميه، الجمعيه العموميه لنادي الزمالك عندهم عضويه، عندهم رقم عضويه، هم دول اللي يقدروا يعملوا ايه شكوى، او مجلس اداره نادي الزمالك اللي احنا بنطالبه اللي هو مرتضى منصور ومجلسه، او ان ايه الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه احنا هنقف معاه زي ما قلنا وهنعمل شكوى معاهم للفيفا ومحكمه الكاس بكله بقى، ايه التدخل الحكومي وتجميد مجلس المنتخب وكل مخالفات اتحاد الكوره ولجنه الحكام والتنمر على شيكابالا اللي هو اصلا هيبعتها يعني، فكل دوت ايه لازم ايه يتعمل لانقاذ نادي الزمالك. وطبعا اذا عملوا الانتخابات بطريقه او باخرى يجب ان الجمعيه العموميه، خلي بالكم على اصواتكم هي التي بتجيب رئيس الزمالك رئيس النادي، فاعطوا اصواتكم للي يستاهل ويكون قادر على قياده نادي الزمالك للعظيم في ظل هذه المنظومه الفاسده، حتى نتمكن من القضاء عليها. ولا تسمعي ايتها الجمعيه العموميه المحترمه كلام الاعلام الذي يلمع اي مرشح من الدوله، زي ما قلنا الدوله عايزه راجل كيوت رئيس لا بيهش ولا بينش ينفذ تعليمات شركه الغردقه والوزير عشان هدم نادي الزمالك وخلاص. واحنا طبعا بنقول عارفين ان لازم نعمل نشر الفيديوهات ولازم نكون ايجابيين، يعني جميل الزمالك لازم تكون ايجابيه، يعني كل واحد يعمل حاجه، يعني احنا زعلانين وحزانه على نادي الزمالك بس لازم كل واحد يعمل حاجه، يعني انت ممكن تشير الفيديو، ممكن تعمل لايك، ممكن تعمل كومنت، ممكن تكتب رساله، ممكن تعمل فيديو، تعمل اي حاجه، كل ده سياسه ضغط، وكل واحد على حسب ايه امكانياته. عندك مثلا الناس اللي قاعدين في البيت ما بنطلبش منهم ان هم ينزلوا مثلا يروحوا النادي، ما مش عايزين يعني احنا مش عايزين نعمل مشاكل، مش عايزين نعمل مظاهرات ولا الكلام ده، يعني احنا عايزين بشكل حضاري عايزين نعمل ايه عايزين ندعم نادي الزمالك، ندعم نادي الزمالك بالحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت بالشكاوي، وندعم ايه الجمعيه العموميه، وكل ده لازم نكون يد واحده ونحب بعض ونتعاون مع بعض، لان هو ده اللي هيوصلنا للامل اللي احنا عايزينه اللي هو انقاذ نادي الزمالك ونرجعه زي ما كان. وطبعا الزمالك زي ما قلنا اكتر من مره ان الزمالك ليس له رموز ولا اداره ولا اي حاجه، ملوش الا جماهير الزمالك الوفيه العاشقه
والجمعية العمومية المحترمة لنادي الزمالك، ولكننا سنظل خلف نادي الزمالك ولن نتركه ولن نيأس أبدا لتحريره من مافيا الرياضة والمرتزقة المتزملكين. وأقول لهم أن الزمالك 2005 لن يعود، وأن العشرية السوداء لن تعود أبدا مهما عملتم، لأن الوقت والإعلام اختلف والجماهير اختلفت، وكل الوقت يعني السوشيال ميديا يعني سهلت كل حاجة يعني. وأرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، ولكن نادينا الحبيب يستحق مننا ذلك، وأتمنى لكم جميعا الخير والسعادة، وإن شاء الله سنعيد نادي الزمالك لمنصات التتويج والاستقرار والرقي والتقدم، وأنا متقدم وأنا متفائل بالحب والتعاون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية لكل من بيسألوني إزاي يشتركوا في القناة وإزاي يفعلوا الجرس وإزاي يتواصلوا معايا على الفيسبوك، أولا أنت لما تروح للصفحة الرئيسية للقناة قناة الجريء تي في هتلاقي هنا اشترك في الصفحة الرئيسية، اشترك دوس الجرس تختار أول واحدة، فكده أنت بتبقى اشتركت في القناة، وأول ما بنعمل فيديو بيجي لك. طيب إزاي تتواصل معايا؟ عندك هنا عند الصورة الرئيسية في كلمة فيسبوك، لو دوست عليها هتوديك لصفحتنا مباشرة للفيسبوك، أو العلامة بتاعة تويتر دوست عليها توديك في تويتر، لينكدين عايز تبعت لي إيميل من هنا تدوس تبعت إيميل مباشرة، عايز تتكلم معايا على ماسنجر بتاع الفيسبوك بتدوس على آخر واحدة هذه العلامة. نرجع نقول تاني، عايز تروح صفحتنا على الفيسبوك هتلاقي فوق عند القلم صفحتنا في الفيسبوك تدوس توديك الصفحة مباشرة، تويتر تدوس تروح الصفحة، لينكدين تبعت ايميل او تتواصل معايا على ماسنجر تكتب على طول الموضوع سهل. من الممكن مثلا ان انت تكون بتشاهد فيديو للجريء تي في زي ده، وانت تشاهد هذا الفيديو مثلا عايز تشترك في القناة، فبتعمل ايه؟ بتدوس على الاحمر، طول ما هي حمراء كده تبقى انت مش مشترك في القناة، فبتدوس على الأحمر وتدوس على الجرس تختار الأول، تدوس على الجرس تختار الأول. عايز تتواصل معايا على الفيسبوك تويتر روح على العلامة أو كلمة الجريء تي في هيوديك للصفحة الرئيسية، تختار من فوق من عند القلم فيسبوك تويتر لينكدين الإيميل آخر حاجة ماسنجر تحاورني على الماسنجر. طب عايز تشوف كل الفيديوهات السابقة تدوس على كلمة الفيديوهات هتطلع كل الفيديوهات والخبطات الإعلامية اللي احنا حققناها، ولما ضربنا في الوزير ولما ضربنا في أسرار النادي الأهلي ومخالفات النادي الأهلي، كل الحاجات اللي انفردنا بيها وحواراتنا مع النجوم وكل الموضوعات وكل الانفرادات هتلاقيها في منذ بداية القناة، وتستمتع بما حققناه من انتصارات ضد كل من هما ضد نادي الزمالك. فبالتوفيق هذا الشرح، لو انت ما فهمتش الشرح عيد الفيديو تاني واتفرج عليه عشان تعرف. عايز اكرر، من هنا فوق عند الصوره الرئيسيه تدوس تروح صفحه الفيسبوك، هنا تويتر، هنا لينكدين، هنا تبعت ايميل، هنا ماسنجر.